صار وقت مش مسموح ومش مسموحنا خاص هلا بالدراجين ومش الدراجين اللي محترمون يلي هن مكون اساسي بمجتمعنا وبالاقتصاد، عم نحكي عن الدراجين العشوائيين واللي اسمحوا لي قلن بلا مخ. مش لانه انت معك سكوتر او معك موبيلات او حتى معك دراجه هوائيه بحق لك تمشي بعكس السير، ابدا. انت لازم تكون بالسير وانت لازم تكون ملتزم بالقوانين كلها وتوقف على الاشاره وتمرق المشاة وتعمل كل شيء وتعطي اشاره بايدك اليمين واشاره بايدك شمال، كل شيء مثل ما هو قانون السير. مش لانه انت بتعتبر حالك انه انت كومباكت وصغير فيك تعمل اشياء خطره. يا جماعه كتار العالم يلي بيكونوا على الهاي واي، انتوا عم تنزلوا مثلا من اوتوستراد عم تاخذوا مثلا شي شولدر على اليمين، بيطلعكم حدا نازل بالعكس وبتتورطوا فيه، واذا قتلتوه بتصيروا كل حياتكم بالمحاكم بالحبوس. خطره كتير هالعمليه. ما عم بعمم، عم بطلب من الاشخاص خاصه جماعه الدليفري، غير انه الخوذه، غير انه لازم تنتبهوا على حالكم، لازم ما تورطوا الناس اللي حواليكم، التزموا بقانون السير رجاءا. عجبك هالفيديو؟ اعمل له لايك وشير مباشرة، وإذا حابب تتابع كافة إنتاجات موتور شو اشترك على القناة هلأ، اضغط على سبسكرايب.